سيدة ما عمرها مرضات، كانت كتمرض كحرقها راسها الى اخره. هادشي هي كان عندها كتستعمل الدواء ديال الطونسيون فقط، ما عندها لا سكر لا كوليسترول، ما كتستعمل حتى دواء. وخرا مرضات شدتها السعله، بقات كتسعل، شدتها السخانه، قلنا احنا زعما جبناها دوزها، دوزنا لها السدر، خرجوا لها الدواء. يومين تزاد عليها الحال، السبت الحد الاثنين ثلاث رديناها لهنا للمركب، عطاونا تحاليل مشينا درناهم، قلنا احنا ربما هذا مرض عادي بسيط ترويحه، عندي الكلينيك واحد دو جور تروا جور كاع كثر جور كاع شحال غنخسروا فيها احنا كاع وما كيهمناش. فاش مشينا تما كما سمعتوا، نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث عيطوا علينا، قالك ودي السيده راه الحاله ديالها حرجه، هي تقدر تستغرق المده ديالها ديال العلاج حتى لشهر، يعني بما يساوي ماليا 12 مليون. قلت انا ما عنديش مشكله، انا نسني لك الشيك على بياض، غير يحدد لنا المرض و مول المصحه. قالك لا هادي تما راك عارف. فعلا جبناها الناس هنا الصراحه بكل صدق، ماشي كنجامل حتى شي واحد، استقبلونا وطلعوها وداوها للانعاش. بصراحه فقدت زوجة ديالي. الوالدة ديالي توفات بسبب جاها زكام اللي كنقولوا له الرواح عادي، كانت كتكح كحه في الاخر، هذيك الكحه ولات عليها كتخرج الدم الكحه ديالها. التجأت قلت نتفادى، لان يعني الام هذه ما عندك ما دير، واخا تبيع حوايجك ولا تبيع ما عندك ما دير، قلت التجأ للمصحة الخاصة، يعني راك عارف كيكون شوية هذاك. فعلا مشيت لتما استقبلوني، دخلوها داروا لها داك الشيء اللي خصو يدار، دوزت ثلاث ايام عندهم، قلت قدر الحاله ديالها تحسن. عيط عليا الطبيب ديال المصحه، قال لي الام ديالك راه الحاله ديالها تدهورات، وحنا عندنا هنا الا بقات راه خصك واحد الثمن يعني باهظ، وحنا هذه الحاله احنا براسنا يعني ما نقدوش عليها، احنا ككلينيك انا كهذي كصاحب المصحه راه ما نقدش على هذه الحاله هنا في هذه الكلينيك هذا. يعني عند كاين السبيطار ديال المستشفى الجامعي ديال الدوله، قال لك خاطر التجأت تمشي له لتما باش تما تعالج. فعلا جبتها للمستشفى الجامعي، استقبلوني جزاهم الله خيرا، دخلت الانعاش، داروا لها التنفس الاصطناعي، دوزات من 17 في شهر واحد حتى 26 في شهر واحد. صافي عاد عيطوا عليا قالوا الام ديالك راه توفات، وقبل فاش حطيتها عندهم في 17 في شهر واحد قالوا لي، قلت لهم طلبت منهم يقولوا لي شنو عندها باش مريضه، قالوا لي راه شكينا في الاش في انفلونزا الخنازير يسميوها الاش ان ا، قالوا لي راه صيفطنا التحاليل ديالها، صيفطناه لوزاره الصحه للرباط، كنتسنى غير الجواب. والناس اللي كيجيو عندك باش يشوفوا الوالده يعني العائله راه فراسهم في الحاله خطيره، راه كيجيو عندي العائله كامله من انحاء جميع انحاء الوطن كيجيو، قالوا لي هذوك الناس ما خصهمش يمشيو، دوك الناس اللي كيجيو عندك ما خصهمش يمشيو، لان باش تنتاكدوا تعطينا وزاره الصحه تعطينا شنو نمشيو عليه.